يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب ليخبر الناس أنه رأى، ويقول إنه قال له كذا وكذا، فهل يصدق في هذا فضيلة الشيخ؟ أما أنه يبلغ الناس بأوامر ونواهي هذا لا يجوز، بعد وفاة الرسول ما فيه أوامر ولا نواهي، الأوامر والنواهي في القرآن والسنة فقط، أما الرؤيا فلا يثبت فيها أمر ولا نهي أبدا، ولا يبلغ الناس بهذا. نعم.